لله وشكره. القيادة منحتني الضوء الأخضر على آخر، ومنحتني كمان صلاحيات لا تعد ولا تحصى، وعلاقتي مثل ما تعرفوا كلكم جيدة جدا وممتازة مع صفوة المسؤولين الكبار في هذا الوطن العربي الحبيب. وأنا لما عينوني بهالمنصب الرفيع وطلع قراري، فورا اتصلت بعالي جناب وتشرفت بسماع صوته وقلت له: شكرا يا سيدي على هذه الثقة الغالية التي منحتموني إياها. إلا كان، ولما حددوا لي موعد للمسؤول بين إيديه، وقفت بين إيدين عالي جناب وراسي مرفوع مثل النسر، وأقسمت اليمين على حسن الأداء. حسن أداء مهمتي يعني. لمحته هيك يعني عم يبتسم لي ابتسامة دعم وثقة واطمئنان وتفاؤل بإني الرجل المناسب الذي يؤمل منه الكثير في هذا البلد الذي يمر بظروف عصيبة ومرحلة حساسة في تاريخنا العربي المعاصر والحديث. طبعاً وغير خافي على أحد أنه الأطماع الخارجية ببلادنا كتيرة، والتحديات كتيرة، والضغوط هائلة. وبصراحة يعني هالأمر بالذات عم يقرقني تماماً. بس يا ترى، وعفواً السؤال النظامي، السياسة الخارجية لقطرنا هل تقع ضمن مهام منصبكم أو المناصب الكبيرة؟ يعني كمنصبي يعني تحمل هموم الوطن بكل دقائقه وتفاصيله، وأنا أكثر ما يؤلمني ويجعلني أشعر بالأسى الممض والمرير هو يا أخي نظرة الأجنبي الرخيصة لبلادنا وثرواتها وخيراتها. كتير بشعر بالألم الممض. صحيح أبو ضامي، ما بقولك لا، كمان ضبط البلد من الداخل واللجوء للإصلاحات، سواء كانت هذه الإصلاحات تشمل لك أخي. هلأ لا تعمل لي من شغلة الإصلاحات قضية مفصلية. يعني موظف ارتشى، شرطي تبرطل، قاضي بلع، ساحة الأمويين ما خلصت، التلفزيون في 4000 موظف، منه المذيعين ومنه المعدين ومنه المخرجين ومنه إلى آخره، مشان نشرة أخبار وكم مسلسل، والفساد نخرنا نخر. يا أخي كل هالشغلات مقدور عليها. بعدين كل بلدان العالم تحدث هيك أمور. بعدين وينك؟ بتعرف انه ترتيبنا بالعالم هو رقم 12 بالفساد؟ يعني في قبل منا 11 دولة. بقى لا تكبروا لي القصة وتحملوا لي السلم بالعرض. الله يرضى عليكم. المهم الآن من وجهة نظري هو انه الهجمة على بلدنا يا أخي هجمة سافرة وقحة تخلو من الموضوعية ولا تعرف الرحمة. الحق معك أبو ضامن، التصريحات ماشية وشي ملاحظ وعم يتحقق. بقى ليش بده يشغل باله بمتابعتها؟ والشي اللي تفضل فيه وذكره أهم بكتير. برافو عليك، أنت فهيم يا أبو حسون، كتير فهيم. يعني بمختصر الكلام، نحن ما لازم نرد على الأجانب بخصوص الإصلاح، ولازم نديرها طناش. ليش؟ لأنه يا أخي دعوات هالأجانب إلنا ودعوات المجتمع الدولي تقع تحت بند التدخل بأمورنا الشخصية، ودعواتهم للإصلاح مشبوهة ومريبة. ليش؟ لأنه أنا برأيي الإصلاح لازم ينبع من خصوصيتنا، من هويتنا الوطنية كعرب. هذا رأيي يعني، من بيئتنا الاجتماعية كغالبية غفيرة ومؤثرة. هلا بزمتك بجرفك، نحن منطالب سويسرا بالإصلاح؟ فهمني يا أبو نادر، وهل طالبنا قط؟ نحن منطالب بلجيكا بالإصلاح؟ فهموني، وهل طالبنا قط؟ بآخي ليش ما بيتركونا بحالنا؟ جماعة دول أنا برأيي يعني ما أعرف أنتو، يعني أنا برأيي هدول جماعة وباش يا أخي خراصنة، بدهم يستوطوا حيطنا ويمشونا على غير على غير على غير هدى مبادئنا، وعلى غير وعلى غير. يا جرسون جرسون
هات كاس بلا كحول. لا بالظاهر انت خربطت قبل شوي بالكاس اللي جبت لي اياه. روح هيك ملاحظ وين كنا. يا جماعه هم البلد الخارجي وضع البلد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، يعني هذول عم يخلوني مهموم للعظم. بس على مين يا أجانب؟ وحياة زكريا الفصة باسمي الكبير، يعني محافظ الألقاب، يعني ما بخليوني يدوسوا عتبة هذا، ما بخليوني يدوسوا عتبة هذا العرب، عتبة هذا الوطن، طول ما فيني نفس طالع ورمق نازل. أنا راح أحبط كل مخططاتي، يعني قررت وانتهيت إحباط كامل. وبدي أحبط كل مين قال أنا أجنبي، بدي أحبطه. شو؟ إحباط. يعني كل واحد قال أنا من المجتمع المدني، من المجتمع المجتمع الدولي، من المجتمع الأمن، مجلس الأمن، مجلس العروض، يعني كل واحد من هذول. هذول بتعرفوا لأن هذول فينا عكر. ولحظة لحظة ألو ألو، أنا زكريا الفصة أبو ضامين، مين عم يحكي معنا؟ سيدي أنا المقدم غسان، رئيس قسم الشرطة الغربي. سيدي في عنا واحد هون عم يقول إنه ابن عمكم اسمه أنيس الفصة. فصة سيدي. ايه مظبوط، هذا ابن عمنا. شو مساوي يا ترى؟ يا سيدي كان عم يعربد هو ورفقاته بالملعب، الظاهر شرب كتير فصار يعمل مشاكل مع الزباين، يسبون ويضربون. لا وتحركش بالرقاصة وازعجها اثناء قيامها بوظيفتها، مما تسبب بتوقفها عن العمل والحاق الضرر المادي بصاحب الملعب من جراء ذلك. سيدي شو الحكي، ماله بالعادة، هذا ابن عمي. ايه انيس هذا كتير ادمي، اكيد الحق على رفقاته لانه هو بجوز. سيدي بجوز. بقى شو بتشوفوا سيدي اللي بتريدوه؟ منحوله على المحكمة؟ لك شو تحوله على المحكمة؟ شو تحوله؟ يحوله رقبتك ان شاء الله. هذا ابن عمي. وينه؟ فورا بتخلي سبيله، وانا من جهتي لا اخاف راح اعمله فركة اذن. حاضر سيدي حاضر، أمركم سيدي أمركم، الله معكم سيدنا. تيسر أدري تيسر، الله معك. يلا أخلو سبيله يا أبي، أخلو سبيله فورا، مع السلامة. مساء الخير. مساء النور، غلي قلبي عليك، طولت السهرة اليوم. الحق معك، بس كنا عم نبحث أوضاع البلد، البلد مو عاجبة. العميد جمال. قالوا نعم. احترامي سيدي، أنا العميد جمال، رئيس مخفر شرطة المدينة.
أهلا وسهلا، أعطيناك احترامنا كله، خير شو في؟ سيدي في شخص كان عم يسوق السيارة بسرعة جنونية وباتجاه ممنوع، ولولا لطف الله لكان ساوى حادث مريع. لما مسكته الشرطة صار يقاومهم وشهر عليهم مسدس حربي. سيدي شهر ولا ما شهر حربي ما حربي. أنا شو دخلني أنا شو دخلني تخبرني بأنصاف الليالي سيادة ال سيدي هالشخص عم يدعي إنه ابن عمكم خي البي واسمه سعيد الفصة. مزبوط، ما عم يكذب الرجل هذا ابن عمنا. بس ليش هيك عم يساوي؟ والله ماله بالعادي منو بيساوي هيك؟ هذا آدم كتير بعرفه أنا، والبس يعني الهر يعني القط، ياكله عشاء وأحيانا غدا. أكيد الشيطان زاوره وازه الشيطان، ما في حكي. بقى شو بتأمره سيدي؟ شو منامور؟ تركوه فورا، أنا ببقى بعمل له فركة إذن مرتبة. إيه ماشي الحال، الله معك سيادة ال الله معك. بصراحة يا أبو ضامن لا تزعل مني، ها هدول أولاد عمك عم يزعجونا كتير، يعني لأمتى؟ شوفت عينك يا زينب، شو بدي يساوي هدول أولاد عمي واللحم والشحم شو؟ والضفر ما بيطلع من اللحم. بس اسمح لي يا زكريا، أنت مطمعون كتير. ما بيطلع بإيدي، تناشف بوشهم يا زينب. مو صول هدول من بيت الفصة. فصة عيلتنا يعني. عيوني انتي عيوني. يلا ستي، بالوطن فرض علي. بدو شي تاني غيره؟ ايه جيب لنا محرم معطر. امرك بدي. يعطيك العافية. صباح الخير زكريا. صباح الخير. وضع البلد الخارجي زعجني كتير يا زينب. من انو ناحية؟ الاجانب هلكونا وامريكا حاطة دابة ودابنا، يعني فكرها امريكا اذا كان. هلا انت شو بدك بهالشغلة؟ التفت لشغلك الاصلي جوات البلد وترك الامور لاصحابها. مو بايدي يا زينب، السياسي بدمي. قال ترك السياسي لاصحابها. قال ايه. الله يرحمك يا جدي ابو صنديد، يا ريتك عايش حتى تشوف شو صاير فينا. هزولت جدو، هزولت. تعا افطار تعا، هلا بيبرد الشاي. شوفي زينة، هذا جدي معروف باشا الفصة. شايفة موقعه بشجرة العيلة؟ شايفة والنعم. معروف باشا خلف 3 ذكور، حمزة وابراهيم وعبد الجواد. حمزة جاب ولدين، إياس وعبد المعين. عبد المعين ما جاب ولد. إياس جاب 5 ذكور وبنتين، فاطمة وزهرية. زهرية تجوزت مناف، وهكذا يعني كرت المسبحة. شوفي اسمي، شايفة الوردة؟ زكريا بيك الفصة. خلص زكريا، كم مرة بدك تشرح لي اياها القصة؟ شايفة لوين عم يضرب جزرنا وشرشنا ونسبنا؟ عم يضرب للزير سالم يا شيخة. شايفة؟ شايفة. بقى عيلة الفصة مو عيلة حي الله، مو شراشحة يعني، مو هات ايدك والحقني. عائلتنا مثل مالك ملاحظة إلها جذور ضاربة بأعماق التاريخ العربي، مو هات إيدك ولحقني. امد إيدك وافطار.
هلا بتسيح الزبدة. ألو، أهلين أبو شريف. وينك ابن العم؟ صار لي 3 ساعات عم دقلك على البيت ما حدا عم بيرد. لا لا ولا يهمك، خير ابن العم؟ شو في؟ ابن عمك شريف لقطوه الصحة والتموين وحبسوه. قال شو؟ عم يذبح بقر وخواريف برات المسلخ. شوف هالفتيرة ها؟ على أساس اللحم المذبوح برات المسلخ غير طعمة اللحم المذبوح جوات المسلخ. لك لا مو بس هيك، صادروا له اللحم كمان. شايف هالوقاحة؟ ايوه. وينه هلا؟ المسكين اخذوه على النظارة وبكره بدهم يحيلوه لقاضي التحقيق. لا لا طمان، ما رح يصير هالشيء وانا موجود، ولا يهمك انا رح اتصرف. الله يخلي لنا اياك، بس وينك ابن العم؟ بدنا اياك تعمل جهدك، مو بس يطالعونا اللحم المصادر كمان. نحن شادين ظهرنا فيك. ها لا يكن لك فكره، رح اعمل جهدي. ماشي الحال ابن العم، اهلا وسهلا، الله معك. الو، اعطيني العميد فايز. اخي بلا امم متحده بلا بطيخ مسمير. امم متحده حبيبي اسمع، الشغله صارت واضحه. نحن كعرب بدهم يرجعونا 100 سنة لورا، وهذا اللي مجنني. الله وكيلك ما عم نام الليل، لانه مثل ما بتعرف همنا الخارجي كعرب له الاولويه دائما وابدا. وأنا من موقعي كمسؤول بقول لك بكل جرأة، شغلة الأمم المتحدة فارطة. ألو، ولك حبيبي ما قلت لك لا تحولي مكالمات لهون؟ بعدين. هلا إذا كوريا الشمالية وإيران عملوا المستحيل حتى ياخذوا موافقة الأمم المتحدة على مشاريعهم النووية السلمية وعملت لهم بالرز بصل، بقى شو تتوقع بعد هالشيء؟ لا، وإذا الصين يلي هي تعتبر أكبر حشد سكاني بالعالم عم تطلب رضا ال ادخل. احترامي سيدي، ابن عمكم أبو شادي بغرفة الانذار. خليه يفوت فورا. أهلا وسهلا ومرحبا. أمرك سيدي. تسمحوا لي سيدي؟ لوين بكير؟ شو مليت مني بالظاهر ومن حديثي؟ لا ولو، يبدو أن عندكم مشاغل كبيرة وأنا ما بحب أعطلكم. اهلا وسهلا ومرحبا فيك، انت ما شرفت. وانا بقدر فيكم همتكم ومسؤوليتكم، روح الله يحمل معك. الله يخليك، امين يا رب. شو بدنا غير خدمه الوطن نحن؟ اهلين. اهلا وسهلا مرحبا. الله يعطيك العافيه. تفضل يا اهلين وسهلين. اهلا وسهلا، شرفت. شكرا. مع السلامه. تحياتي واحتراماتي يا ابو ضامن. اهلا ابن العام، اهلا وسهلا ومرحبا. وينك يا رجل؟ وين ما حدا عم يشوفك؟ بين ليادي سيدي، داعي لك طول العمر. الله يسلمك. شو هاد ما شاء الله؟ شباب دائم. ايه انو شباب هاد راحت علينا. بتصدق انه اليوم يلي بمضيه ورا هالطاولة بميت يوم؟ الله يحمل معك يا ابن العم، انا مقدر مسؤولياتك تماما. لا والقصة انه الضغوط الدولية عم تزداد والمجتمع الدولي عم يزداد جقارة، ونحن كعرب محتارين. ودبرها يا ابو ضامن، دبرها اذا بتتدبر معك. ايه والله يا ابن العم حمعك، وخصوصي بهالايام الكل حاططنا بالمقلاية. شايف بالمقلاية عم يحطونا هالعال بالمقلاية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. ايه طمني، كيف شادي؟ ان شاء الله ماشي اموره بكلية الحقوق. هون حطنا الجمال. هذا يا سيدي مبارح كان عنده فحص قانون العقوبات، والولد عم يكتب والله فاتح على بصيرته ماشي مثل العسل، واذ فجأة بيطب فيه مراقب وبينبش جيبه وبيطالع ورقة لديك قد ورقة السجاير، وبيتهمه لابن عمك ظلما وعدوانا انه عم يتنقل منه. ليك الحقير ليك، هلا اولاد الفصه صاروا بدهم ينقلوا. الله وكيلك، مثل ما عم قال لك يا ابن العم. شو اسمه هذا المراقب؟ ربيع ابو خلعه. بس الله يخليك يا ابن العم، بدهم يحرموا الولد من الفحوصات 3 دورات. ما فشروا؟ اعطيني عميد كليه الحقوق اشوف. ايه ولا تنسى يعاقبوه لهذا المراقب، حاكم لازم يتعاقب على هالتطاول. بس يتعاقب؟ ايه والله الاخ العرابي تبعه. الو، مرحبا سيادة العميد، شلونك؟ الله اكبر فوق كيد المعتدي، والله للمظلوم خير مؤيدي.
أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي بلدي ونور. مساء الخير. مساء الخيرات. بده إياك ابن عمك أبو حاتم، صار مخبرك 5 مرات وأنا كمان دقيت لك 2 مرات وما ردت علي. كنت عم تابع تحركات ديتليف ميلس بالتلفزيون لأنه تحركاته لهذا ما المهم الرجال ترجاني مشان خليك تحاكي. ما قالك شو بده؟ لك أنا شو بعرفني؟ لك أنه أنا اللي بدي أفهمه أنه هدول قرايبينك ما بيتذكروك إلا إذا في عندهم مشكلة أو مصيبة؟ لا يا زينب لا، ما بصير تحكي هيك. ليش المساكين مين إلهم غيري؟ ومثل ما بتعرفي الدم ما بصير مي. يعني إذا أنا زكريا الفصة مع حفظ الألقاب طبعاً ما التهفت لبيت الفصة، مين بده يخدمهم ويلتهف لهم؟ هذا من جهة. من جهة تانية يعني عفوا معلشي لا تأخذيني، انت بالذات لازم تفتخري انه جوزك ابو ضامن الفصة وتهني نفسك لانك عم تشوف فيني شخصي. عفوا والله ما بحب احكي الكلام بس الواحد بيضطر احيانا. وتأكدي يا زينب، اتأكدي انه في ناس بيحلموا حلم انه يشوفوني ولو من بعيد. الله وكيلك يا زينب، في ناس من الشعب من العامة يعني لما عم يزوروني لأول مرة عم يبكوا من هيتي، عم يبكوا دموعهم يعني عم يرجفوا، وأنا بهدي من روعهم كلام الجميل والتواضع المعروف عني. وعلى فكرة كلنا بالعيلة متواضعين، ها مو بس أنا. شوفي جدي قحطان الفصة الله يرحم ترابك الله يرحمك، شوفي الوقفة محلاها، شوفي العيون اللي عم تقدح شرق. جدي هاد وصلان نسبه لسيف بن ذي يزن، ورغم ذلك كان قمة التواضع. وورجيتك لوين وصلان نسبنا، للزير سالم مو جساس. هذا أكيد هو. ألو، أهلين ابن العم. شلونك أبو ضامين؟ خير. شوفي أنا هلأ مثل ما بتعرف عم عمل البناية أم 10 طوابق اللي قايم لك منها شقتين، وعلى غفلة ما شفت لك إلا الشرطة داهمتني وصادرت الشميتة والبلاط والخشب. هل شو؟ العمارة بلا رخصة، نص البلد عمرت بلا رخصة، بقى شو القصة؟ يا ترى مستقصديني هالجماعة ولا مستقصدينا؟ ولا يهمك ابن العم، انت حط رجليك وايديك بمي بارده، انا رح اتصرف. الله معك. مرحبا رفيق هيثم، منيح ماشي الحال الحمد لله. وينك اسمع؟ هدول جماعتك الله يصلحهم مصادرين لابن عمي الشمينتو والبلاط والخشب. بعرف بلا رخصة سيدي، بس تخلص البناية من طالع رخصة. نعم شو عم تقول؟ لك حمار، انت حمار؟ انا القانون هان، انا القانون بهالبلد، فهمت ولا ما فهمت؟ بدك تسمح ونشلك فوق رقتك تضرب في جعش؟ نعم يخرب بيته وانفحه، بده يطبق القانون علي الحيوان. بدك الصراحة يا أبو ضامن، اسمح لي إلك هدول أولاد عمك زودوها كتير، إيشو ما في غيرك مسؤول بالعيلة؟ في، بس ما حدا بيطلع بإيده يمشي أمورهم مثل حكايتي. إيه بس لا تأخذني، هن ما عم يخلوك تشتغل شغلة، يعني كأنه أنت موظف مشان تخدمهم ومسؤول عنهم كل العمر. لك شو بسوي يعني بقلعهم وبمنع خيري عنهم بالعمى؟ إيه بس والله خايفة عليك يا زكريا. ومن شو خايفة علي بقى؟ لك خايفة يقولوا عنك عشائري أو عائلي أو فشر يقولوا هيك؟ بعدين تعي لقلك، شو أنا الوحيد بين العرب اللي عم يفني حاله مشان عيلته؟ اطلعي حواليك بهالأقطار واحكمي. قومي ها، قومي نتعشى. شو هالحكي؟ عم يعذبوك برخصة الفرق؟ ولا يهمك، ولا يهمك ابن العم، وحياتك رح اجيب لك رخصتين مو رخصة واحدة، وقلك مني كمان هدية مسدس اسمي سويسون بشحمه. شلوني معك؟ نعم؟ رح اتقوس فيه بعرس ابني؟
لا بعرسي بيكون احسن. الله معك. اهلين، مع السلامه. الو، احترامي سيدي. نعم، اجي لعندكم. امرك يا سيدي، هذا شرف كبير بالنسبه لي. مع السلامه يا سيدي، مع السلامه. اسمعني منيح يا زكريا. تفضل يا سيدي، تفضل. نحن كم سنة صرنا رفاق ضرب بضالة واحد؟ يمكن شي 20 سنة سيدي، مو هيك؟ لا مو صحيح، نحن صرنا أكثر من 25 سنة وأنا ما بنسى. مظبوط مظبوط، 25 سنة. الله يديمها الذاكرة الطيبة عليكم يا سيدي. مبادئنا اللي تعلمناها واللي انغرزت بقلوبنا وبصلنا عليها بالعشرة بتقول بأنه لازم نفضل مصالحنا القومية على مصالحنا الوطنية، ومصالحنا الوطنية على مصالحنا العائلية والشخصية. صح ولا مو صح؟ صح يا سيدي طبعاً، كان صح يا سيدي صح. لذلك أنا طلبتك لحتى أحكي معك هالكلمتين يا زكريا. تفضلوا يا سيدي، تفضلوا. بدي إياك تنتبه لتصرفاتك وصحح مسيرتك، لأنه عم تجيني شكاوى كتير عليك. عفواً، بخصوص شو مولانا؟ بخصوص شو؟ يفضح حريش قلبك. لك ايش انت ما عندك لا شغل ولا عمل غير بيت الفصه؟ ريحتك فاحت بالبلد كلها. بأزولك شوي وراقب لي تصرفاتك. تؤمر سيدي. هو انا ما عندي مانع تمرق لك شغله شغلتين كل شهر مثل حكايتي يعني، بس مو كل يوم. امرك ابو يقظان على عيني وراسي. روح الجم قرايبينك لانه فلتوا كتير وما عاد نحمله. يعطيك العافية. الله يعافيك. لما كنت أقول لك قرايبينك عم يزودوها ما كنت تصدقني. بقى عجبتك هالقفلة؟ هي أكلت بهدلة مرتبة من أبو يقظان. مو بهدلة أنت التاني، نصيحة. إيه نفس الشيء. هلأ شو بدك تساوي؟ لازم تجمع قرايبينك وتفهمهم، لا تتهاون معهم. ولا يهمك، رح أتصرف. الو، مرحبا ابو سلمان، انا ابو ضامن. نعم، ولا يهمك ولا يهمك، ماشي راح دبر لك رخصه الدخان. بس انت هلا اسمعني منيح، بدي منك تجمع لي كل كباريه بيت الفصه عندك بالمنزول. لا لا ما في شيء مهم، بس في شغله ضروريه بعدين بحكي لك اياها. اي مع السلامة، الله معك. هاتي السلوخ لقلك. تفضل. شو تروحي معي؟ لا دخلك، شو بدي بهالروحة؟ انا على ضيعتي مع ملوح. بس بيت الفصة إذا شافوكي معي راح يحبوكي وراح يدللوكي كثير. اي دخيلك ودخيل دلالهم، اصلا ما راح ينوبني منهم غير الاكل يلي كله كوليسترول، ونسوان الضيعه راح يضلوا لزقانين فيني. هي بدها تقول لي احكي لي مع جوزك مشان الشغله الفلانيه، والثاني بدها تقول لي احكي لي معه مشان الشغله العلانيه، ولحق اذا بتلحق. ماشي الحال، بتريدي شيء؟ اي شو بدي منك يعني؟ جيب لي شيء حجر من حجار ضيعتك. بس وينك زكريا؟ اوعك تتهاون مع اولاد عمك بنوبها، لانه طمعوا فيك كثير وما عاد ينعطوا وش. وانا بصراحه خايف يطيروك من مركزك من وراهم. لا 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 تخافي، هيك شغله ما بتطير. خبرتي المرافقه اني طالع؟ ايه طبعا خبرتهم. ماشي، السلام عليكم. Thank you.
أبناء العم الأعزاء، أنا ما بنسى أبداً أني أنا منكم وأنتوا مني، ولا تنسوا كمان أني أنا ضحيت كتير مشانكم وخدمتكم بعيوني بدينكم بربكم. في واحد منكم إجا لعندي ورديته؟ أنت يا أبو مجيد ما بعثت لك ابنك ملحق ثقافي بالهندوراس؟ مظبوط يا ابن العم، الله محيي أصلك. وأنت يا أبو عبدو ما عطيت كل واحد من أولادك نمرة سيارة؟ والله صحيح يا ابن العم، كتر خيرك. وأنت يا أبو شحادي ما وظفت لك اثنين من أولادك مع أنه ما معهم بكالوريا؟ مظبوط يا ابن العم مظبوط، ايه الله يديمك فوق رأسنا. وأنت يا أبو صافر ما دبرت لك مناقصة المجارير؟ وأنت يا حسين ما دبرت لك وكالة المكيفات؟ صحيح ابن العم صحيح، الله يلعن اللي بينكر. ها بقى ليش عم تعملوا فيه؟ الجرايد والإعلام كل فترة وفترة بيشنوا هجوم كاسح علي وعلى تصرفاتي، والتقارير عم تنهش لحمي، وسيرتكم فاحت قدام الناس كلها. معقول ابنك يا أبو أنيس يسكر ويعربد بالمقاصف وعلب الليل ويزعج الرقاصات وملك العمى بقلبه قلة نسوان عنده؟ وانت يا أبو سعيد شلون بتخلي ابنك يسوق سيارة بلا رخصة وباتجاه ممنوع وبتعطيه الفرد حتى يقوس فيه؟ بقى الله يرضى عليكم، مو كل واحد منكم يوقع بمشكلة يركض لعندي. بجوز أنا اليوم بالمنصب بس بكرة مالي فيه. الله يديمك يا ابن العم، الله يعلي مراته. طول عمرك يا ابن العم. ليش فكركم الشغله ما بتصير؟ ياما بيكون الواحد باعلى الجبل وقاعد على راس القمه وبرمشه عين ما بتشوفوه غير تزحلط وصار باسفل السافلين. لذلك يا اولاد عمي الاعزاء الله يرضى عليكم برضاه، يا ريت تزوقوا شوي وتلملموا حالكم وبلالكم هالجلقه يلي قرفت الناس منها. العيون مفنجره علي وتصرفاتكم يعني عم تهز الكرسي من تحتي وعم تسيء إلي مباشرة. بقى بدكن توعدوني وعد رجال إنكن تبطلوا هالتصرفات الصبيانية وهالزعرانات اللا أخلاقية. يعني بجوز أنتوا عم ترتكبوها عن حسن نية، بس يعني أنا حابب إلكن للمرة الأخيرة أرجوكم 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 لا تكرروها. شو بتوعدوني؟ بس يا ابن العم في عنا شوية مطالب. تفضل قول شو بتريد؟ بتمنى عليك انك تأمن لي ابني بشي بعثة دراسية متى ما نجح. على عيني وراسي تكرم. وانا يا ابن العم بدي رخصة غاز. ماشي اعتبرها بجيبتك. يا ابن العم تقدروا تزفتولي الطريق الرايع مزرعتي؟ اعتبره تزفت. بدي منك من بعد اذنك تحرري المعلبات المحجوزة بالمينا بحجة انها فاسدة. بسيطة بسيطة ولا يهمكم، كل واحد منكم يكتب لي شو بيريد على ورقة ويعطيني اياها وانا بوعدكم نفذ جميع هذه المطالب. السلام عليكم. مين هدول؟ هذا رشيد مدير المدرسة. استاذ زكريا. انا استاذ. انا وأنا سالم رئيس جمعية البيئة النظيفة. وأنا مصباح مدير الثقافة. أهلا وسهلا فيكم، أمروني شو بتطلبوا؟ أنا بخدامتكم. أنا جاي مشان المدرسة يا أستاذ. شو بهالمدرسة؟ المدرسة لهلأ بلا سور وبلا دورة مياه وبنات المدرسة عم ينحرجوا، بقى يا ريت تحكي لنا مع السيد الوزير بهالخصوص. صدقني يا سيد رشيد أنا مالي صحبة كتير، أنا وهذا الوزير كتير شايف حاله. وأنت يا سيد سالم؟ أستاذ مشان مجرير البلد. شو بها مجرير البلد؟ المجرير عم تصب النهر والنهر عم يسقي الزرع والزرع عم ياكلوا منه اهل الضيعه واهل الضيعه والحب بقلب الجاجه والجاجه بدها قمحه والقمحه بالطاحونه والطاحونه مسكره فيها مي معقده. استاذ بقى بركي بتسعولنا مشان محطه التصفيه. محطه التصفيه الله يصلحك انت الثاني، هلا بزمتك هي بتعتبرها شغله مهمه حتى فضيلك حالي واعطيها من وقتي. هاي شغلة ترف وفانتازيا. وانت يا سيد مصباح؟ انا ما بدي شيء استاذ. عظيم جدا، معناتها الثقافة ماشية تماما. عالي العالي وعلى احسن ما يكون. على كل حال سيد مصباح
إذا بتكون تساوي شي مهرجان أو أي نشاط آخر وبتكون يكون تحت رعايتي أنا مستعد، وإذا ما أجيت وحضرت فرح أبعت واحد يمثلني، لأنه على الغالب أنا ما بجي لهيك مناسبات. على كل حال يا أولاد العم، طلباتكم بإذن الله منفذة. هلا السلام عليكم. الله يديمها. مع السلامه. الله معك. 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 مع السلامه.